السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه المرحلة الخاصة بالطفل من 2 إلى 4 سنوات كتكون أهم وأصعب وأخطر مرحلة، وكي لك يسميها بالمراهقة الصغرى لقوة التشابه بينهما. وانت أيتها الأم لكي تفهمي هذه المرحلة عليك معرفة ما يدور برأس طفلك في هذا الوقت بالذات. مرحلة كيبدأ الطفل يتغير من طفل هادئ إلى طفل عصبي عنيد، كيبكي كيصرخ كيضرب الأرض برجليه، وفي كل وقت كيجرب معاك شي طريقة، كيحاول يتجاوز كل الممنوعات عليه لأنه أصلا طفل ذكي. ولكن أحيانا هذا الذكاء كيوصل لدرجة كتعدى الحدود. انتي كأم كتحسي بأن الطفل كيتعمد يعاندك ويسبب لك التوتر، ورغم محاولتك الصبر إلا أنه كيكون فوق طاقتك، خاصة إذا حاول يستفزك أمام الناس. هناك تحسي بأنك أم فاشلة أعطيتيه تربية سيئة. ولكن انتي اللي لازم تعرفيه أن هذا الطفل هو حقا ذكي، ولكن ليس لدرجة أنه يعمل هذا ضدا فيك، بل لأنه فقط في هذه المرحلة كيحاول يبتعد عليك وما يبقاش لصيق بك، كيحاول يستقل شوية بشوية. وهذا عادي وطبيعي لأنه بدأ يحس أن تفكيره ماشي هو تفكيرك، كيحاول يأكد شخصيته ويفرض ذاته، وفي كثير من الأحيان يقدر يضحكك بتصرفات فيها قلة احترام. لكن انت ما توقعيش في الخطأ وتبداي تضحكي معاه، لانك غتشجعيه وغتفقدي انتي خيط التربيه، غيصبح هو اللي متحكم فيك. وما تخليش هاد محاوله الضحك تمر دون تدخلات منك، خصك ما تضحكيش وتبيني ليه قوتك ونظري ليه في عينيه وقولي ليه حقا هاد الشيء مضحك ولكن انا مضحكنيش، لانه بكل بساطه ممنوع، وشرحي ليه لماذا لكي يعرف الطفل المسموح به من الممنوع ويعرف احترامك واحترام الاخرين. خص يكون اتفاق بينك وبين الأب على طريقة التربية، ماشي انتي تقولي لا لكل شيء والأب يقول نعم لكل شيء. هنا غتعطيه فرصة أنه يعاند أكثر ويعرف أن شي واحد من الآباء غيتنازل ويحقق ليه كل ما يريد. وإذا كان الطفل عنيد ما تكونيش حتى انتي عنيدة وتدخلي معاه في صراع، حاولي تراوغيه وتعطيه خيارات. مثلا إلا بغيتي ياكل فواكه ما تقوليش ليه بغيتي التفاح، بل وضعي أمامه التفاح والموز وقولي ليه اختار بينهم. هنا غيقتنع بأنك عاملتيه كإنسان وقدر يختار، وانتي كأم نجحتي بإقناعه بما تريدين بدون ما يحس. الطفل دائما مدحيه وافتخري به وشجعيه إلى قام شيء ناجح، وبيني لي أنك تحبيه وما كتحبيش فقط بعض التصرفات اللي ما كتعجبكش. ما تقوليش للطفل أنه طفل مشاغب فوضوي عنيف أو تسبيه بكل نعوت، فانتي غتركزي هاد الشيء في دماغه وغيتحول لسلوك يبقى معاه طول الحياة. ولو بغيتي تفهمي الطفل وتشرحي ليه، اختاري الوقت والمكان المناسب، وقت تكوني انتي وهو هادئين، وعلميه كيف يحل المشاكل بطرق بسيطة وعن طريق اللعب. ودائما اعطيه الوقت والاهتمام، لانه احيانا الطفل العنيد كيبغي يوصل لك رسالة انه كيعاني من شي نقص، اما نقص في الحنان او اهتمام او عدم اخذ الوقت الكافي للنوم، أو أنه متحركش كتير ومجراش كتير لحرق الطاقة السلبية. وانت دائما راقبيه وعرفي فين كاين الخلل، والأوامر اللي كتعطي للطفل حاولي ما تكونش طويلة فالطفل ما كيفهمهاش كلها. مثلا إلا قلتي ليه جمع الألعاب وأجي نلبسك الحذاء ومن بعد نخرجو، هنا كيسمع غير كلمة نخرجو وكيجي يوقف حداك وينتظر، وانت كتبداي توبخي بأنه الطفل عنيد وما كيسمعش، هو اصلا ما فهمش علاش كتخاصمي عليه. انت هاد الاوامر اعطيها لي كلمه كلمه، مثلا جمع الالعاب، منين ينتهي قولي لي اجي نلبسك الحذاء، ومن بعد خدي يدي وقولي دابا غنخرجوا، هنا غيفهمك. وكذلك وضعي روتينيات سهله يتعود عليها الطفل. انا غنعطيك مثال وانت وضعي روتينياتك الخاصه بك. وقت النوم، هو اعتاد انك لما تقولي وصل وقت النوم كيعرف انه غيغسل سنانه يلبس البيجامه ومن بعد يمشي للسرير لكي تقرأي له قصة أو قرآن أو دعاء النوم. إذن هو تعود على هذا الشيء وغيطبقه بلا مشاكل. والطفل خصو يسمع كلمة نعم وكلمة لا، ما تخليهش يسمع كلمة نعم طول الوقت أو كلمة لا طول الوقت، بل خصو يسمعهم الاثنين معا، هذا مهم لنموه في هذا العمر. انتي عارفه الوقت اللي تقولي فيه كلمة لا، كتقوليها خاصة لما كتتمس سلامة الطفل ومنين كيكون في خطر، مثلا الاقتراب من النار أو من المسبح أو قطع الطريق. هنا كلمة لا خصها تكون برنة قوية
توصل ليه ويعرف أنه أمام شيء خطر وممنوع. أما كلمة نعم فهي تعطيه الفرحة والبهجة. قوليها في مواقف عادية، تقدري تجاهليها أحيانا وتغمضي عينيك عليها أحيانا أخرى. وهاد كلمة نعم ولا هي اللي كتعمل الفرق بين تربية وأخرى، ولأهميتها غنعطيكم عليها توضيحات متى تستعملينها وكيف تستعملينها. إذا إلى ذلك الحين أقول لكم مع السلامة وإلى اللقاء.